السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة نو كومنتر جيمنج. اليوم إن شاء الله راح نكمل تختيم لعبة ديترويت بيكام هيومن. أول إشي بدي أشكركم كلكم على توصيل 150 لايك، والصراحة أنتم كنتوا أكرم من هيك، وصلتوني تقريبا 300 لايك، وهدفنا لحلقة اليوم 200 لايك، فياريت إذا عجبك المقطع تعطينا أكبر لايك، وإذا ما كنت مشترك ياريت تشترك وتعطينا رأيك في القناة، وياريت تفعل جرس الإنذار، عفوا جرس القناة ليوصلك كل جديد. ثانيا بدي اورجيكم ايش في تطورات في القناة. اول اشي غيرت البايو، وهي اللي بتحكي عني الاباوت اللي كانت بالقبل انجليزي وحولتها هلا لعربي، وعرفت عن يعني كتير اشياء من حياتي، فياريت تروحوا تشوفوا البايو تعطينا رأيكم فيه. واخيرا وليس اخرا، كتير منكم طلب اكبر خطر ترجمة، انا لبيت طلبكم بس اعذروني المقطع الاول في الفيديو نسيت اطبق تكبير الخط. ما بدي اطول عليكم، يلا نروح نشوف التعليقات الحلوة. يلا نبلش. 6 نوفمبر 2038 رجعنا عند كارا على الموتيل. يلا والله يا شباب متحمس للنهاية كتير اكتر منكم صراحة، لعبة خرافية. بعتذر مرات بقدرش انزل فيديوهات اكتر من 20 دقيقة عشان عندي شغل والتزامات والله. يلا مراقبة أليس، دع أليس ترتاح. شو كمان؟ الوقوف. يلا أسفة ما قصدتش أصحيكي. ده ما كانش كابوس بقى. لا ده ما كانش كابوس. تحمم، جوع، تعب، هتتحمم. إيه رأيك في دش مية دافية وبعدها ممكن نخرج نجيب حاجتك ليها؟ قلتي إيه؟ هلي هجهز الحمام. يلا يا ماما هتحمم. سحب. بتعملي ايه؟ قص ايش؟ ليش؟ نحن مطلوبين درجة كبيرة احنا. اذا من جرائم. اوه. وصول الخيارات، تحديد لون الشعر. في واحد من شو اسمه المشتركين قال لي يا ريت تعملوا الشعر اشقر، ولعيونك راح اعمل اشقر، ولا يهمك. ما هي اشقر. خلاص. انهاء. ازالة. ايش؟ اوه عشان نبين زي كنا انسان. لا خليه يشغل المي. اسراف. انت اجمل كده بقى، شكلك زي انسان حقيقي. شكرا. يلا اتحمم، تعال على الحمام. الحمام جاهز. اوه فكرت افوت معاها. الساعة 10 صباحا، 8 10 ونص. في شرطة برا.
عادي، شتا. هات نشوف شو في هون. قراءة ناشن جيوغرافيك. أول حديقة حيوان أندرويد. هات نقرأ صفحة واحد. أنا بقول خلاص لازم نضب السلاح هذا. كيف مش قابل. هات نشوف شو في عندنا مهمات. انتظار أليس. هات نحضر تلفزيون. التالي هذا في ماراثون هون. شو في كمان؟ اسم الضحية هو تود حبيبي راجل عاطل من كورك تاون. احنا قتلنا التقارير الأولية الأندرويد اي اكس 400 بتاعه ضربه بالنار. هارب الأندرويد من مسرح الجريمة وتواصل الشرطة البحث عنه دلوقتي. من القناة 16 الإخبارية معكم جوست دوغلاس. ما كانش بإيدي حاجة، كان هيقتلني لو انتي ما منعتيهوش. متخافيش. هنعمل ايه دلوقتي؟ ما عندناش حتة نروحها والشرطة بتدور علينا دلوقتي. اتصل باندرويد عائلة. ما عندكيش اي عائلة؟ اي حد ممكن يساعدنا؟ لا، ما كانش فيه غير بابا. نتصل باندرويد. الاندرويد اللي قابلناه امبارح اداني عنوان وقال لي هيساعدوك هناك. اعتقد لازم نجرب. مش عارف شو اسوي. مؤثر، عزم، اسرة، تهدئة، نهديها. مش هنقدر نغير الماضي يا أليس، لكن نقدر نخطط للمستقبل. صحيح. هنعدي كل ده وكل ده هيبقى ذكرى وحشة وعدت. ها انت مستعدة؟ هروح ادور على اكل ليكي وبعدها ممكن نتحرك. يلا احضر الفطور لأليس. منين اجيب الفطور؟ انا ننزل على الشارع. طيب بدنا اشي نلبس. هات المعطف. هات المعطف. انا ما اقدرش البس. وقف الشتا شكله. حبيبي لازم اندرسون شرطة ديترويت. بندور هذا كون ريو. سرقت المحل اللي في اخر الشارع. يا ترى شفت حاجة؟ اندرويد؟ لا انا ما بدخلهمش هنا. هل شفت بنت تشبه البنت دي؟ اعرف انا كنت شاكك فيها جدا. جات الليلة اللي فاتت كانت لابسة طبيعي، فاهمني؟ كان صعب اعرف هي لسه هنا؟ غالبا في اوضة 28. لازم نهرب. شكرا. انا هلا كونر. ايوه هي لسه في الفندق. ابعت قوه دعم وحصل المنطقه. والله مش حابب اروح. استنى في العربيه. لا تمام ناسي. اعتقد الاحسن اروح معاك. اسمع انا زهقت من كلامك معايا. انت قالك فاخرس ونفذ الكلام اللي بقوله لك. كل اللي عاوزه اكمل مهمتي. انا اسف لو ده بيضايقك. عاوز تخلص مهمتك؟ بطل دوشه وما تصدعنيش. ان شاء الله يكونوا هربوا. يلا يلا يلا.
أنا كنت هون ليش جيت هون؟ سبحان الله. يس تسلل من الشرطة تخفي مستوى الخطأ 53% لازم نروح هناك هون في خطر لا تخبيت لا لا استني يا عم هم مشوا من فين من هنا كانوا رايحين لمحطة القطر بس كبتات غلط عشان هيك ما قدرت اتخبى منهم لا هم هناك حاول اخفف من سرعته بدناش نلطهم حرام ضربش نار عاوزينها حية يلا يلا يا شيخ من هو يا خبر ده جنون لا مضبطش عبور والله منظر بخوف يس 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 تركه 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 استنى انت رايح فين؟ ما اقدرش اسيبهم يبعدوا مش هيقدروا مش هيوصلوا الناحية التانية ما اقدرش اسيب الفرصة دي انت هتعرض نفسك للموت ما تحاولش انك تحصلهم ده امر يا كونر استسلام بديش خليه يلطم يلا يس يدير ويدير انت كويسه يلا اهربوا هلا بيجوا يس قدرت الهارب يلا نشوف شو في بعديها عملنا معظمها تم حرب الجائزة اهرب يا كارا جود جود متعددة صرحت بأن سايبر لايف جهزت شرطة ديترويت بنموذج لمحقق من الأندرويد رغم أن معاوني الشرطة من الأندرويد موجودين دلوقتي في هذه أول مرة يتم فيها منح أندرويد بإذن الله دور فعال في تحقيقات الجرائم حاولنا التواصل مع سايبر لايف على رجعنا نلعب ماركوس هلا Thank you.
قولوا لي يا شباب كيف حجم الخط؟ انا كبرته. اخذ الرمل. يا كتابة جدارية تالية. استاذ بيجان استاذنك تفكر. انت عاوز ايه؟ عاوز نقل؟ عاوز فلوس؟ هيها. بدنا هاي كمان نلاقيها. زي النمر او اشي هيك يعني. اعتقد شفتها تحت. تمويه بالبشر. مش قبل ينزل تحت. اها. هيا تحت. مش عارف شو خطة شكله بينتقم من الوشبينة ابن العجوز. من الأسد. هاي الأول. الثاني. من الثاني انا ما عارف وينه. هيو ودي الدليل. ولا لاقي هذا العمارة هلا. نشوف هنا. هيا. خالفت القانون. هاي الأولى. تانية. هيا والله سريع. ولا لا ايه. لا تنفتش. هيا. هاي الأولى. مش فاهم شو الرموز هاي يعني. هاي الثانية. طيب نحول. مش شايف اشي. معرقل. طيب ننزل تحت يعني. طيب
لجوه. ايها واحد هل في واحدة هون مش مبينة؟ لازم نطلع فوق كيف؟ كيف نشبت فوق؟ بدنا سلم يعني معقول من هون؟ لا هذا ايش؟ طب اقدرش اجيب اشي؟ اها والله بدا في التصميم صعود سبايدر مان هاي التانية ضلت الأخيرة وين الأخيرة؟ مش عارف اكله جوا لا هون موجودة انا مش شايفها شوف طيب مش مبينة والله لازم يكون في طريق من هون بحاول اركز اشوف اشي بس والله ما بلاقي اشي ما علينا هاتنا نشوف وين نقدر نطلع والله ما ملاقيش كيف بدي اشوفها هاي يلا سبايدر مان كمان مرة استنى كيف استخدم من ارت ونعرض الطريق والله سبايدر مان استنى شوي تنفيذ والله باركور يلا ايش الصورة هي؟ هيها في
فيها واحد تنتين واحدة تنتين مبينين من هون. تانية هيها. تالتة فين؟ هيها. يس. والله ما عارف وين رايحين احنا. وايش هالرموز؟ ما علينا بنكمل احنا. ايش الطريق هون؟ لا. في غلطة منها احنا. كيف لو منها من هنا؟ غير مستقر. طيب. يلا ايش اللي بعديها؟ في رسمات جوا العمارة. هيها ما فيش غيرها واحدة. فيها الحيطة مكسورة هون زينة. نشوف أول. والله الجرافيكس بجنن. بدنا نضل نحكي احنا دمار. طيب شو مالها السفينة هاي؟ جيريكو. مين جيريكو؟ والله نازل. أكيد فيها طريق تاني. قبض. ايش بركض؟ ايش اركض؟ ده هرولي. قف يلا. ليبو فيس يا. عندنا سباحة احنا. يلا اطلع. لو معنا ضوء مش شايف ايش انا. لمبة. فتح.
الطلبات. اها هاي ايش بدنا نشوف؟ قلتو مسكر في باب من هون كمان. فوت يا ولد حبيبي. مين طلع حرب؟ في صوت. طيب في شيء هون؟ لا يعني بنروح من هون. يلا امشي 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 يا ولد. دفع اه مفتوح طلع. في هون هاي كارا. بدي احاول بكل ما بقدر انه انقذ كارا. بوليس يمين ولا شمال؟ انا بقول شمال. لا رحنا يمين. الله يخزيك نقصتيني. نقزت والله بعدين. طيب هون يلا يعني وين تكون راحت؟ يعني هون هي قاعدة. فوت انتو غرف المحركات. طيب وين نروح؟ هاي مين طلع اصوات؟ اه بتكسر. ممصد السفينة اخذ كسرت فينا. يا حبيبي شو هدول؟ كل هدول اندرويد؟ اهلا بيك في جيريكو. يب ما خلصناها. مش غرق يعني اكمل قرى ما عملنا هوش. اوكي وهيك يا شباب بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. ياريت اذا عجبكم المقطع تعطينا لايك، واذا ما كنت مشترك مثل في القناة ياريت تشترك وتعطينا رأيك فيها. ياريت نوصل 200 لايك اليوم. والسلام عليكم.